بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة. يأتي هذا اللقاء بعنوان نعمة الأمن حقيقتها وشكرها. هذه اللقاءات الدعوية التثقيفية التي تتفاعل وتتواصل مع رواد بيوت الله تبارك وتعالى في شتى أرجاء مصر. هذه اللقاءات التي تساهم بشكل كبير في تنمية الوعي، وتساهم أيضاً في إدراك الفهم الصحيح لهذا الدين الحنيف. فالشكر موصول بدايةً لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات، ولعلماء وأئمة ورجالات وزارة الأوقاف على هذا الجهد الرائع المبذول. الحمد لله الذي جعل الأمن قوام الحضارة وأساس العيش الكريم، وجعل له شروطاً لا يتوفر حال انعدامها، ولا يعم ولا يشمل إلا بوجودها. فله الحمد سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذا الفضل، والصلاة والسلام على من أمن العالم بعد مخافة، وعلم العالم أيضاً بعد جهالة وخرافة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، إن الأمن في الأوطان ضرورة من ضروريات الحياة، لا تستقيم الحياة بدونه. ولهذا لما دعا الخليل إبراهيم لما فرغ من بناء البيت العتيق قال: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأن وجود الأمن سبب للرزق، ولأنه لا يطيب الرزق إلا في ظلال الأمن الوارف. والأمن أيها الإخوة المؤمنون هو الهدف النبيل الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب. فقال سبحانه وتعالى مذكراً أهل سبأ بما هم فيه من نعم: سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الهدوء والاستقرار. الحضور الكرام، يشرفنا في هذا اللقاء من علمائنا وأئمتنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، ومعنا قارئاً لهذا اللقاء الطيب المبارك الشيخ شريف عامر، ومبتهلاً المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف. الحضور الكرام، الحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ شريف عامر يتلو علينا ما يتيسر من آيات الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا يا أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وإذ قال إبراهيم رب اجعل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ شريف عامر في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان نعمة الأمن حقيقتها وشكرها. إن الله سبحانه وتعالى لما عدد نعمه على أهل مكة قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن هو أهم وأفضل وأعظم النعم، لأنه بالأمن تعمر بيوت الله، تعمر بيوت الله. بالأمن يأمن الناس على أموالهم، فتحفظ الأموال وتصان الأعراض ويسود العلم ويتحقق ويزدهر العمل والإنتاج. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً فضل هذه النعمة، نعمة الأمن: من بات آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقيل لأحد الحكماء: أين تجد السرور؟ قال: أجد السرور في نعمة الأمن، فإن الخائف لا عيش له. والآن الحضور الكرام، تنتقل الكلمة إلى علمائنا، فربنا سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى إمامهم وخاتمهم سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فكان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف رئيس الإدارة المركزية لمديرية أوقاف محافظة الجيزة، الأخ الكريم الأستاذ محمد جمعة الإذاعي الكبير، حضرات السادة العلماء والدعاة الهداة، قيادات الدعوة بوزارة الأوقاف،
حضرات السادة والسيدات، عمار بيت الله، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حسناً، ما تصنع وزارة الأوقاف برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعاونة السادة علماء الوزارة؟ أقول حسناً، ما تصنع تلك الوزارة في إقامة مثل هذه الملتقيات الفكرية التي تعمل جاهدة على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتقدم للمجتمع ولرواد بيوت الله في أرض الله الصورة الحقيقية لعظمة الإسلام وسماحة تعاليمه، حتى لا تختطف المساجد فتصبح بأيدي حفنة لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فحينما يمكن الدعاة إلى الله والعلماء أبناء الأزهر الشريف بوزارة الأوقاف من زمام الدعوة وتوجيه المجتمع إلى ما فيه الخير وتحقيق السعادة في الدنيا والفوز بنعيم الله في الآخرة، تكون تلك المجتمعات مجتمعات آمنة مستقرة هادئة تنطلق في جنبات الحياة بسم الله وعلى بركة الله، ويأتي عنوان لقاء اليوم محققاً لهذا الغرض الأصيل وهذا المقصد الأسمى من مقاصد شريعتنا الغراء. إنها نعمة الأمن، نعمة الأمن حضرات السادة والسيدات لا تتحقق ولا يمكن أن يستشعر الأفراد ثمرتها إلا في ظل الحق، في ظل العدل، في ظل المساواة، في ظل الحب، في ظل الإخاء، في ظل التعاون، في ظل المشاركة الحقيقية لأهل الإيمان في النهوض بهذا الوطن، وتحمل كل فرد من أفراده ما أسند إليه وما أنيط به من مسؤولية يعلم أن مرجعه إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه سيُسأل عما وُكِل إليه من عمل، متى أداه بصدق تحقق بأداء هذا العمل الأمن، لأن الأمن لا يعني فقط الأمن من المخاوف الدنيوية، فنحتاج
إلى وجود رجال أمن. إنما الأمن بمعناه الواسع، يعني الأمن النفسي، وذلك لا يتحقق إلا بطمأنينة القلب، وطمأنينة القلب لا تتأتى إلا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فمتى اطمأنت القلوب أمنت، ومتى أمنت أعطت وحققت ما يرجوه المجتمع منها. ما الذي ينتظره المجتمع من أناس انسلخوا عن الإيمان؟ أيتحقق الأمن على أيدي هؤلاء؟ كلا، إن الأمن صنو الإيمان، ومتى وجد الإيمان وجد الأمن. فلا أمن مع كفر، ولا أمن مع شرك، ولا أمن مع ظلم. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جل النبي، جل نبيكم أسعد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، معنى هذه الآية حينما خفي معناها على بعض أصحابه فقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، ليس الأمر كما فهمتم، إنما الظلم هو الشرك. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لولده وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها المسلمون، أيها السادة الفضلاء، بالإيمان يتحقق الأمن في النفوس، بالإيمان يتحقق الأمن في المجتمع، بالإيمان يتحقق الأمن في الجوار، بالإيمان يتحقق الأمن في علاقة الحاكم بالمحكوم، بالإيمان يتحقق الأمن في علاقة الزوج بزوجته، بالإيمان يتحقق الأمن في علاقة الأب بأولاده والأم بأولادها، وهكذا. فحري بمجتمع دان بالإسلام أن يحقق إيمانه بربه، ليتحقق بهذا الإيمان الأمن المفقود. إننا في حاجة إلى الأمن لنعبد الله ونحن آمنون مطمئنون. وقد سمعتم ما تلاه علينا فضيلة الدكتور سيد مسعد في صلاة العشاء، حينما بين أن منة الله على قريش كانت في تحقيق الأمن لهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما ذكره الأخ الإذاعي من قول الله عز وجل ممتنا على أهل مكة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون.
أفبالباطل يؤمنون؟ إذن لابد من تحقق وتحقيق الحق والتمسك به ليتقرر الأمر. فالإنكار في الاستفهام إنكار توبيخي تقريعي، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أي نعمة؟ إنها نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة العبادة لله رب العالمين. وإذا كان الله امتن على أهل مكة بنعمة الأمن، فإن الله ساق مساق الإخبار على لسان نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم حينما قال لقومه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر آمنة مطمئنة، ملاذ لكل خائف. فإذا كان الله قال في حق البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، فلنعلم أن من لاذ بمصر سيكون آمنا متى تمسكت مصر بعقيدتها وإيمانها وإسلامها، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أيها السادة الفضلاء، حققوا الإيمان والأمن في قلوبكم، حققوا الأمن في أنفسكم، حققوا الأمن في بيوتكم، حققوا الأمن في مجتمعكم، حققوا الأمن في مصانعكم، في مزارعكم، في متاجركم، حتى تكونوا أهلا للأمن ومتبعين ومقتدين لرسول الأمن نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله، صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب، والذي يأتي بعنوان نعمة الأمن حقيقتها وشكرها. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحاً جسمه وهو في أمن، فقد ملك الدنيا جميعها وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المن. الحضور الكرام، في ظلال الأمن يقبل الناس على عبادة الله تبارك وتعالى، ويظهر هذا الأمر من خلال قرآننا، لأنه في حال الخوف والقلق لا يتفرغ القلب ولا ينشغل بالعبادة ولا القيام بها على الوجه الأكمل. لذلك نجد أنه في ديننا شرع الله عز وجل لنا ما يسمى بصلاة الخوف، وهذه الصلاة تؤدى بطريقة معينة وتؤدى مخففة، لأن هؤلاء يكونون في وضع لا يأمنون فيه على أنفسهم. فلنحمد الله عز وجل ولنشكره على نعمة الأمن، وأن يديم علينا هذه النعمة. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم العرض واللقاء. ثم أما بعد، أتقدم بخالص الشكر لأستاذي وأستاذ معظم الحاضرين أستاذنا الدكتور عبد الله العواري
العميد السابق لكلية أصول الدين، وهو حقق الأمن الفكري لجميعنا لطلابه في محاضراته في مواعظه في المساجد وفي دعواته وكتاباته كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر أيضا لأخي الأستاذ محمد جمعة، كل ما جهز فكرة ألاقيه يقولها فمش عارف أبدأ منين. بارك الله فيكم جميعا، وأبدأ من حيث انتهى. لقد قال بأن العبادة تتغير في حال الخوف عنها في حال الأمن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا، هنا قال حذرهم وأسلحتهم، لأن هنا طائفة تسلم طائفة، فربما تهاون أو تهاونت إحدى الطائفتين في الحذر فيميل عليهم العدو، فتأتي هنا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذا تتغير العبادة إذا كان هناك خوف، بل تسمى الصلاة صلاة الخوف. فإذا أمن الناس فليعودوا إلى عبادتهم الطبيعية، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بل إن الإنسان لا يستطيع أيضا أن يحج إلا في ظل أمن الطريق، وإذا لم يكن هناك أمن للطريق أيا كان نوع هذا الأمن يسقط عليه الحج أو يسقط عنه الحج لعدم الاستطاعة. حتى العقيدة ربما لا يستطيع الإنسان إظهارها عند عدم الأمن. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إن عادوا فعد. بل إن سيدنا إبراهيم قال في موضعين في القرآن: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتتحقق العقيدة في ظل الأمن، ويكون الأمن في ظل الإيمان بالله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الموضع الثاني يقول سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلا يتحقق الاقتصاد إلا في ظل الأمن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ويقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على قريش: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يوم أن لم يكن هناك مؤمن موحد يدافع عن بيت الله عز وجل تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنه بنفسه وأرسل عليهم طيرا أبابيل أما في وجود من آمن بالله عز وجل فمطالب الإنسان منا بأن يكون مصلحا والمصلح لا تهلك الأمة معه أما الصالح ربما تهلك وفرق بين الصالح والمصلح فالصالح في نفسه فقط أما المصلح فهو صالح في نفسه يصلح غيره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أما عندما يكون الصلاح قاصرا على النفس فقد قالت أم المؤمنين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إن أقسى عقوبة جاءت في القرآن أراها في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنهم يفسدون في الأرض إنهم يخيفون الناس والخوف هو ضد الأمن وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها بعض الناس بالخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولم يكن هناك أمن مطلق إلا في جنة ربنا سبحانه وتعالى فهو الأمن الذي لا بعده خوف أبدا لا خوف بعده أبدا ولذا قال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين فمن آمن بالله عز وجل كان له في هذه الحياة كانت حياته حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذه في الدنيا وفي يوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الإنسان منا مطالب أن يحقق الأمن على قدر استطاعته وأن يكون لبنة في بناء أمن هذه البلدة الطيبة التي قرنها ربنا سبحانه وتعالى بالبلد الأمين في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فطور سينين في مصر الذي تجلى الله سبحانه وتعالى عليه وكلم عليه سيدنا موسى عليه السلام فالإنسان لا بد أن يحافظ على الثغرة التي هو واقف عليها العامل في مكان عمله والموظف في وظيفته والجندي في أماكن حراسته والعالم في مكانه وفي علمه لتحفظ هذه البلدة ولا يقول أحد منا ليس له دور أو
يستقل بالدور الذي يقوم به، فلبنة على لبنة تبنى الدولة وبنقضها لبنة بعد لبنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن لا يكون ذلك أبدا. إذا تخلى الناس عن مواقعهم ربما عاقبهم الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. أدعوك يا ربي أن تحمي مراضعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة. وإنما أنا متطفل على موائد العلماء الذين نشرف بالجلوس إلى جوارهم، فمنهم تعلمنا. الحضور الكرام، نحن المسلمين دعاة أمن وسلام، فالمسلم الحقيقي أينما وجد وجد الأمن. لذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يأمن المسلم من أخيه المسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الترويع، أو عن أن يكون المؤمن سبباً في ترويع وإخافة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. بل إن المسلم الكون من حوله يشعر بالأمان، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتبول أو أن يقضي المرء حاجته في الماء أو في الظل، فهذا تحقيق للأمن. ونجد أن المسلم أينما وجد لا بد أن تشعر المخلوقات من حوله بالأمن. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاءت حمرة أي طائر صغير، وجعلت تفرش جناحيها على الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. لا بد أن تشعروها بالأمن، لا بد أن تشعروها بالاطمئنان. والآن نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرم. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ مصرنا وكلنا، ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين، يا رب.
أنت جائي أنت سندي يا قدرك ليس يعلمه سواك إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك يا خالقي يا خالقي حبي لذاتك ليس يعلمه سواك يا خالقي حبي لذاتك ليس يعلمه سواك وإذا احتجبت جلالة يا عين حبي كم أراك فبعين حبي كم أراك فارحم من الأشواق قلبا يا رب الوجود يا رب فارحم من الأشواق قلبا كم يحن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وكلنا لك نعشق ولنور وجهك يا رسول الله دائما نتشوق حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا كلمت
كما ينطق. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وهكذا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء، والذي أتى ضمن الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، للأسبوع الثقافي الدعوي، وكان هذا اللقاء بعنوان نعمة الأمن حقيقتها وشكرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الهدوء والاستقرار. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نتوجه بالشكر إلى علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وإلى القارئ شريف عامر، وإلى المبتهل منتصر الأكرت، وإلى علماء ورجالات وأئمة وزارة الأوقاف. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.